يعني هسه نقدر نقول عليه افضل، كان اكو فد اشياء معينه من ناحيه فلكيه تاثر على الوضع الاقتصادي بصوره عامه. بس انت مثلا من ناحيه العمل شخصيا ما عندك مشكله، بالعكس انت كمواليد برج الجوزاء هذه السنه اللي احنا بها ايجابيه من ناحيه الماده وتستمر وياك لغايه منتصف شهر 7. خاصة هسه الفترة الماضية كان عندكم صرف بالفلوس، يعني عندكم نفقات، حاليا لا، المفروض إيجابية، الفترة إيجابية، يعني اكو مكاسب مالية، ممكن هاي المكاسب تكون تسترد مال او تاخذ، يعني تطلب ناس فلوس او تاخذ قرض، يعني المهم من ناحية المادية جدا إيجابية، تستمر لحد بداية شهر 3. اوكي؟ فمن بس ناحية العمل ما عندك مشكلة، أفضل فترة لك بشهر 4 تقريبا، بداية شهر 4. أي هذه الفترة إذا تريد تشتغل تغير شغلك أوكي، بس من ناحية العمل على طول السنة وضعك طبيعي، لا تخاف إن شاء الله ماكو شيء. غير سؤال؟ زين العفو، أنا مرات يقولوا لي هاي الأرقام ما محظوظة. أرقامك 1 و4 و5، أنت لا طبيعي، يعني لا من النوع المحظوظ ولا عكسه. إنسان طبيعي. نعم. اهلا وسهلا بك. هلا بك، شكرا جدا يعني متابعيكم. اهلا وسهلا بك احمد. ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، هلا بك، من جاي؟ اخبار الفلك؟ تفضلي على الهواء. اريد بس بدي اعرف برج، يا برج الاسم. مواليد 76. نعم. 1/7. 1/7 مضبوط تاريخك؟ مضبوط ان شاء الله. اسم الكريم؟ ندى. انت من مواليد برج السرطان. اوكي، مواليد ارقامك 1 و2 و4. شنو سؤالك ندى؟ عن عاطفه. من ناحيه عاطفيه الفتره الحاليه اللي احنا بيها هي افضل فتره او انسب فتره لمواليد برج السرطان من ناحيه العاطفه، الارتباط، الزواج بشكل خاص. هذه الفتره تستمر وياكم لغايه 5/3 على اعتبار الزهرة في بيت الشراكة اللي هي برج الجدي لكم، فبالتالي تعطيكم فرص كثيرة من ناحية الارتباط، الزواج بصورة عامة، للعزاب تعطيهم فرص للارتباط، المتزوجين يحسنون علاقتهم، لأن يعني خلال شهر ونص الماضي كان يعني سببت لهم بعض المشاكل. حاليا الوضع هو الأنسب خلال عام 2014 من ناحية عاطفية لكم بشكل خاص مواليد برج السرطان. سؤال اخر نبا. ندى شكرا. اني بس بلا زحمة داخل بك يا اخويا، مواليد 78. نعم. 10/7. 10/7 هو ايضا من مواليد برج السرطان. التوقعات نفس الشيء. عندك غير سؤال؟ زين بس اذا شو اكو توافق بينه وبين زوجته؟ ايش قد مواليده؟ زوجته مواليد 78. بس ما اعرف لا اليوم ولا الشهر. لازم اعرف اليوم والشهر والسنه كامله. بس مواليده يعني. اعرف المواليد كامله، اريد يعني اليوم الشهر والسنه. اهلا وسهلا بك. ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو، الو. نعم. اذا مشاهدينا الكرام، ارقام الهواتف التي تظهر امام حضراتكم اسفل الشاشه ما هي لاستلام مشاركاتكم، او تواصلوا معنا مع اخبار الفلك على الفيسبوك facebook.com/اخبارالفلك باللغه العربيه. نكون الان مع كوكب عطارد. في الساعة 12:43 من ليل يوم الخميس الموافق 6 من شباط فبراير، يشرع كوكب عطارد بالتراجع أولا في برج الحوت المائي حتى الساعة 6:30 من صباح يوم الخميس الموافق 13 من شباط فبراير، ثم يواصل تراجعه في برج الدلو الهوائي حتى الساعة 5 من مساء يوم الجمعة الموافق 28 من شباط فبراير. تراجع عطارد أمر سلبي ويترك أثره بشكل خاص في مجال الاتصالات والمواصلات والدراسة، على اعتبار أنه الكوكب الذي يتحكم في المجالات المذكورة. يبدأ التأثير السلبي غالبا قبل حصول التراجع 5 أيام وحتى 5 أيام أخرى بعد عودته إلى الحركة الأمامية. بصورة عامة، عندما يتراجع عطارد يحصل تعطيل في الاتصالات، فقد تتأخر رسائل بريدية أو تضيع، كما تتعطل الهواتف. خلال فترة التراجع يجب الامتناع عن أي خطوة جديدة مهمة في حياتنا، سواء على صعيد العمل أو الصعيد المالي أو الشخصي، مثل إتمام خطبة أو عقد زفاف.
إذا كنا قد بدأنا خطوة أو مشروعا هاما قبل التراجع بيسعنا مواصلة ذلك رغم أنه يحصل تعطيل في ذلك من حين إلى آخر. يجب خلال فترة التراجع محاولة التركيز أكثر في حياتنا اليومية، فقد تضيع منا حاجات أو نفقدها سهوا مثل هوية شخصية أو مفاتيح السيارة أو البيت دون وعي منا، أو نضع حاجة في مكان ما وننسى مكانها بعد ذلك. يجب أيضا تفحص السيارة قبل السفر بها لأنها معرضة لعطل أو تلف فجائي يحل بها، وعدم إيقافها ليلا في مكان معتم فالسرقات تتزايد بشكل ملحوظ. كما أن حوادث الطرق تتزايد هي الأخرى مما يلزمنا الحذر أثناء القيادة. نلاحظ أيضا تعطل حركة المرور على الشوارع. هذه الفترة سيئة لأي خطوة مهمة مثل توقيع عقد. إذا كنا مضطرين إلى توقيع عقد يجب تفحص بنوده بشكل دقيق منعا لأي التباس في وقت لاحق. خلال فترة تراجع عطارد تهتز البورصة ولا تعرف أسعار العملات الاستقرار، فقد ترتفع أو تنخفض بشكل مفاجئ. أكثر المتضررين من تراجع عطارد هم دائما مواليد برجي الجوزاء والعذراء، ومعهم أيضا مواليد البرج الذي يتراجع فيه كوكب الزهرة، وهذه المرة الحوت والدلو. إذا ولد طفل أثناء فترة تراجع عطارد فهذا الطفل في المستقبل يميل إلى التفكير مليا في أي قرار يتخذه، فهو يدرس ويحلل ويقيم كل خطوة من خطواته قبل التنفيذ. فيما يلي الأثر السلبي الذي يتركه كوكب عطارد علينا جميعا أثناء مكوثه أولا في حالة تراجع في برج الحوت المائي، ونبدأ مع مواليد برج الحمل. ينجذبون نحو الأمور الغامضة ويميلون إلى مراجعة حساباتهم النفسية. الثور يجدون صعوبة في التفاهم مع الأصدقاء. الجوزاء تتركز صعوبة التفاهم في مجال العمل وبالذات في العلاقة مع المسؤولين. السرطان يجب أن يحذروا في السفر لا سيما البعيدة منه. الأسد عليهم تفحص حساباتهم المالية ذات الصلة بشراكة. العذراء يجدون صعوبة في التفاهم مع شركائهم. الميزان تتركز صعوبة في التفاهم مع زملاء العمل. العقرب يجدون صعوبة في التفاهم مع أحبائهم لا سيما أولادهم. القوس تتركز صعوبة التفاهم مع أفراد العائلة. الجدي يجب أن يحذروا في السياقة ويجدون صعوبة في التفاهم مع الأخوة والجيران. الدلو تزداد النفقات المالية لديهم. أخيرا وليس آخرا الحوت يشعرون بتشتت ذهني وقد تضيع منهم حاجة ثمينة. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز المجالات التي تشغل كل منا أو تتضرر كل منا حسب برجه من تأثير تراجع كوكب عطارد في برج الحوت، والله أعلم. أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة ما هي لاستلام مشاركاتكم، أو تواصلوا معنا مع أخبار الفلك على الفيسبوك facebook.com/أخبار الفلك باللغة العربية. ألو، مساء النور، هلا بيك، من جاي؟ أنا محمد من بغداد. أهلا وسهلا محمد، يا مواليد؟ مواليد 2012 1981. محمد أنت من مواليد برج القوس، أوكي؟ هي سيئة. أوكي، شنو سؤالك بالتحديد؟ سؤالي أكو رجوع بيني وبين زوجي، هو من مواليد 22 2 1980. دقيقة بس أول مرة أشوف العلاقة زينة أو لا. لحظة محمد، 22 2 1980
ايوه وياك محمد بس تحته 12 20 1901. نعم وياك. العلاقة وسط أم محمد، يعني كعلاقة بين التاريخين، هاي مو من نوع العلاقات جدا ناجحة، يعني تعتبر من النوع الوسط، يعني حتى لو رجعت تبقى العلاقة مو كلش قوية. أوكي، بس إنه سؤالك هل راح يرجع أو لا، الله أعلم، ما هاي ما أدري بيها، يعني ما أقدر أجاوبك بها نهائي. نعم، عندك سؤال آخر؟ يعني هو يحبني؟ ما أدري بهاي الشغلات أم محمد بصراحة، يعني هاي الشغلات أنا أقدر أقول لك بس العلاقة زينة أو لا. وإذا قلت لك مثلا زينة يعتمد هل هو صدق يحبك أو أنت تحبيه، هذا يعتمد عليكم أنتم. يعني مثلا أكو أبراج ناس مثلا من ناحية وضعية الكواكب العلاقة كل زينة، بس ما بنيتهم أنه مثلا يصير زواج أو كذا، فالعلاقة تبقى عادية يعني طبيعية. فهمتيني؟ والله مو كل صوت واضح، راح بس كمان اخذتك بس عندي الجواب مع التلفزيون. اوكي سمعيني من التلفزيون. لان انا حسيت ما ادا اسمع، بس عندي الجو اسمعك من التلفزيون ماشي؟ انا ما انتظرك لا تنزلين جو، نزلي جو واسمعي، او اسمعيها بالاعاده باكر الظهر او اليوم الصبح الفجر يعني باكر. اوكي. انا هسه ثواني بس انزل جو. هلا بيك محمد. 20 12. إذا مشاهدينا الكرام، أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة مهي للسلام مشاركاتكم، وتواصلوا معنا مع أخبار الفلك على الفيسبوك. ومحمد بالنسبة لسؤالك أنه هل حيرجع لك أو لا، هاي ما أعرف بيها، أو هل هو فعلا صادق أو يحبك يعني صادق بمشاعره أو لا، هذه أمينة هاي الأشياء ما أعرف بها نهائيا. هذا يعتمد عليكم أنتوا حسب رغبتكم. إذا كان شخص يحب شخص حتى لو كانت مشاكل مثل ما، أو العلاقة غير يعني غير متينة مثل ما هسه مثلا علاقتكم أنتوا التاريخين هاي وسط،